يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فخرجت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية، السؤال: ما المراد بالزنا هنا، وهل يقام عليها حد بهذا؟ لا، الزنا يتنوع، العين تزني وزناها النظر والكلام، الزنا يتنوع، ما هو بهذا الزنا اللي يوجب عليها الحد، هذا زنا جزئي، زنا جزئي. النظر، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، إلى آخر الحديث. نعم.